طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع مارب بريس، من ألمانيا إلى نهم، رحلة قائد عسكري يعد جنوده بالنصر. في تقرير خاص بالبي بي سي، احتجاجات على رئيس اختار زوجته نائبة له وأبناءه مستشارين. ومن الصحافة الفرنسية، لا داعي للضغط على نفسك لتصدق، فريق فرنسا كتب صفحة جديدة في تاريخه. أهلا بكم إلى موقع المشاهد نت، والذي علق حول توقف طباعة الكتاب المدرسي في عدن وعنوان الموقع: وزير التربية في الحكومة الشرعية يكشف عن سبب توقف طباعة الكتاب المدرسي. حيث أعلن وزير التربية والتعليم عبد الله لملس عن توقف طباعة الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن بسبب أطماع شخصية لمتعاقدين فرضوا فرضا على مؤسسة المطابع المدرسية بسبب ازدواجية السلطة في عدن. ووجه وزير التربية بلاغا للنائب العام ووزير الداخلية لإيقاف عرقلة طباعة الكتاب المدرسي، مؤكدا أن المتعاقدين وعددهم 45 شخصا رفضوا استمرار العملية إلا بعد رفع مرتباتهم. بالمقابل يقول الموقع أن وكيل محافظة مارب عبد الرب مفتاح ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وجه بطباعة أكثر من 1,000,000 كتاب مدرسي لتغطية احتياجات مدارس المحافظة لكافة الصفوف الدراسية بمبلغ 543 مليون ريال، وبتمويل من السلطة المحلية. تحدث موقع عدن الغد حول قضية الطلاب المبتعثين إلى الهند وعنوان الموقع: وقفة احتجاجية لمفيدي جامعة عدن في الهند تضامنا مع زملائهم المنزلين قصرا. وفي تفاصيل الخبر قال الموقع أن مفيدي جامعة عدن نظموا في أورنج أباد الهند وقفة تضامنية مع زملائهم المنزلين قصرا من كشوفات المنح للربع الرابع 2017 والربع الأول 2018. وطالب بيان صادر عن الموفدين الملحقية الثقافية بأن تضغط على جامعة عدن والتعليم العالي بسرعة صرف مستحقات المبتعثين لكون ظروفهم المادية لا تحتمل التأخير. وتحدث البيان عن حالة أحد الطلاب، مؤكدا أن الطالب أحمد السنيدي تم إسقاط اسمه من المستحقات وتراكمت عليه الديون، وكان في انتظار مخصصاته التي لا توفي إلا بجزء يسير من نفقات الأسرة. الحلفاء وتضييق الخناق على الشرعية اليمنية، تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العرب الجديد مضيفة: بصفته رئيسا منزوع الصلاحيات، لا يبدو أن لدى هادي كثيرا من الوقت والأدوات لوقف تصعيد المجلس الانتقالي، خصوصا مع استمرار الضغوط السعودية بعودته إلى منفاه الإجباري في الرياض. وعلى الرغم من أن المصير السياسي لهادي كان نتيجة طبيعية لأدائه وأداء حكومته، بما في ذلك طريقة إدارة تحالفاته المحلية والإقليمية، فإنه فوت على نفسه فرصة تحصيل شروط المعادلة السياسية في مناطق الجنوب لصالحه، وذلك بالبدء بتطبيع الأوضاع في المدينة وتحسين مستوى الخدمات، وكذلك إعادة ضبط تحالفاته المحلية والإقليمية بحيث تكون خاضعة لشروطه، فضلاً عن إزالة الاختلالات العميقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، تمهيداً لتوحيدها تحت إدارته. إلا أن الرئيس هادي اعتقد أن تكريس سلطته في عدن ومناطق الجنوب ينطلق من إعاقة حضور المجلس الانتقالي وشيطنته، لا تصحيح أخطاء إدارته الفاشلة وفساد حكومته، فضلاً عن سوء تقديره في قراءة الموقف الإماراتي من سلطته، إذ اقتنع بأن عودته إلى عدن كانت نتيجة تنسيق سعودي إماراتي، وبالتالي سيؤدي إلى كبح تجاوزات المجلس الانتقالي الجنوبي حياله، وهو ما جعل هادي يخطئ في تقديره أن الإمارات قد تضحي بحليف محلي دائم ومخلص كالمجلس الانتقالي الجنوبي لأجل حليف مؤقت مختلف عليه. العديد من الأحداث وردت في صحيفة أخبار اليوم، التي أصبحت تصدر من مارب بعد إحراق مطابعها في العاصمة المؤقتة عدن قبل أشهر. ومن أبرز عناوين الصحيفة: الرئيس يشدد على تصحيح أخطاء المؤسسة العسكرية وتطهيرها
من الفساد. وعنوان أيضا من عدن: اليافعي يعلن تمرد وانقلاب ألوية الحزم على الرئيس في عدن. كما عنونت الصحيفة: أمهات المخفيين يطالبن وزير الداخلية بالكشف عن مصير ذويهن. وعنوان أيضا من الجوف: استشهاد نساء وأطفال إثر قصف الميليشيا لحفل زفاف. في موقع مأرب بريس نطالع عنوانا مثيرا صدر به أو تصدر به الموقع صفحته الرئيسية وقال: من ألمانيا إلى جبهة نهم، ما سر زيارة رئيس هيئة الأركان اللواء العقيلي لهذه الجبهة تحديدا؟ وقال الموقع أن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر بن علي العقيلي قد عقد عدة اجتماعات مع قادة الجيش الوطني عقب عودته من رحلته العلاجية التي استمرت عدة أشهر بعد تعرضه لحادث كاد أن يودي بحياته في محافظة الجوف إثر انفجار أحد الألغام. كما زار العقيلي المواقع الأمامية التي يرابط فيها أبطال الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وأكد رئيس هيئة الأركان أن قوات الجيش عازمة على دحر الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا من مختلف المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها. وهنا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تتحدث صحيفة العرب الجديد عن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه مدينة تعز وتعلق الصحيفة: تعز مليئة بالنفايات. وقالت العرب الجديد إن النفايات تكدست مجددا في أحياء وشوارع وأزقة محافظة تعز لتختلط بالمياه الآسنة في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان في ظل حصار تعيشه المدينة منذ أكثر من 3 سنوات. ووفقا للصحيفة فإن سيول الأمطار الغزيرة تسببت في نشر هذه النفايات وتلوث المدينة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض. وتنقل العرب الجديد شكوى أحد سكان المدينة وقوله أنه نحن بتنا نكره الخروج إلى الشارع، إذ أن تراكم القمامة على الأرصفة وفي مجاري تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى فيضان المجاري مؤذن للعين، وقد يتسبب بانتقال الأمراض إلينا ولأطفالنا ويزيد من معاناتنا في ظل هذه الحرب. ويصل الحال بالمواطن حمدي صالح إلى وصف الوضع البيئي في تعز بالكارثي، ويقول: النفايات مكدسة في كل مكان، ويعتبر ذلك حربا أخرى على المدينة، فهي تنشر الأمراض وتقتل المواطنين، فنضطر للعبور في الطرقات من بين النفايات التي اختلطت بمياه المجاري أو الأمطار، وهذا بلا شك يقول يعرضنا لمخاطر مختلفة. ويعيد مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز حسين المقطري أسباب تكدس النفايات في تعز إلى غياب الموازنة الخاصة بتشغيل مشروع النظافة وصندوق وانقطاع رواتب عمال النظافة والموظفين، بالإضافة إلى الحصار المفروض على المدينة ووجود المقلب الرئيسي للقمامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أصبحت مدن الشرق الأوسط مرادفات تراجيدية للصراعات التي تبتلي المنطقة. هذه أولى الفقرات التي بدأ بها الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنطونيو سامبايو مقاله المعاد نشره في الغدر الأردنية، والذي ترجمه علاء الدين أبو زينة. وقال الكاتب في فقرات من المقال أيضا: أصبحت حلب اختصارا للحرب السورية الكارثية، وأصبحت الرقة والموصل اختزالا للمواجهات الهائلة مع داعش، وأصبحت مصراتة وبنغازي تجسيدا للتكرارات المختلفة للفوضى الليبية، وأصبحت عدن وتعز تكثيفا للصراع الجاري في اليمن. اتخذ الصراع الكبير الجاري في المنطقة منعطفا حاسما في اتجاه المدن، وليست الحرب الحضارية جديدة كلية، لكن المدن أصبحت الآن في عصر النشاط الدؤوب للميليشيات والمتمردين نقطة الانطلاق الأساسية للصراعات المطولة والوحشية. وقد أصبحنا نعيش في عالم يعيد إلى الأذهان ذلك العالم القاتم الذي تنبأ به خبير التخطيط الحضري الماركسي مايك ديفيس في العام 2003،
حيث ليلة بعد ليلة تطارد المروحيات الشبيهة بالدبابير الأعداء الغامضين في الشوارع الضيقة للأحياء الفقيرة في الضواحي، وتصب نيران الجحيم على الأكواخ أو السيارات الهاربة. وكل صباح ترد الأحياء الفقيرة بالمفجرين الانتحاريين والتفجيرات لتعبر عن نفسها ببلاغة. كانت الحديدة إحدى المدن الساحلية الرئيسية في اليمن بسكانها البالغ عددهم 600,000 نسمة، هي الأخيرة في هذه السلسلة المقلقة من الصراعات الحضرية. وهنا تحاول القوات اليمنية مدعومة من السعودية والإمارات العربية المتحدة القضاء على المقاتلين الحوثيين، وهم حركة تمرد زيدية تسيطر على مساحات واسعة من غرب وشمال اليمن. وقد أسفرت التماسات القوى الغربية بوقف العملية وعروض الأمم المتحدة بالتفاوض حول تسليم سلمي للميناء عن وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن المدينة ما تزال تحت التهديد. كانت معظم الصراعات الكبيرة في القرن العشرين ريفية في غالبيتها، حيث شكلت المعارك الحضرية مثل معركة ستالينغراد الاستثناء أكثر من كونها القاعدة. وقد دعا ماو تسي تونغ حرب العصابات إلى الانتقال للتواجد بين الناس بحيث تكون مثل السمكة في البحر، وكان يفكر في فلاحي الصين الريفيين. أما اليوم فإن الجماعات المسلحة من غير الدول مثل جماعات الثوار والميليشيات الطائفية تجد طرقاً أكثر سهولة للاختلاط بالسكان، حيث تجمع أموالاً أكثر وتعرقل حملات الحكومة من خلال التواجد في المدن. نشر موقع البي بي سي تقريراً عن احتجاجات في نيكاراغوا وعنوان الموقع: تعرف على الرئيس الذي اختار زوجته نائبة له وأثار احتجاجات في بلاده. ووفقاً للموقع الذي نقل عن منظمات حقوقية قولها إن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال التظاهرات المنددة بحكومة رئيس نيكاراغوا والتي اندلعت منذ إبريل الماضي. واندلعت الاحتجاجات التي تعد الأعنف في البلاد في 18 من نيسان ضد مشروع لتغيير نظام الضمان الاجتماعي اقترحته الحكومة، رغم سحب المشروع لم يتراجع الغضب الشعبي وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع قمع الشرطة للمحتجين. وفي مسايا معقل جبهة التحرير الساندينية اليسارية التي ينتمي إليها أورتيغا والذي اختار زوجته نائبة له وعين أبنائه 3 مستشارين له، هاجم مؤيدون للحكومة مئات المتظاهرين بالعصي ما أحدث بعض الإصابات. ويقول موقع البي بي سي: بررت بروزاريو موريو نائبة الرئيس وزوجته تعامل الشرطة باعتباره دفاعا مشروعا ضد مجموعات ضئيلة. ويضيف الموقع: تطالب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة أو استقالة أورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس بتهمة أو متهمة إياها بالفساد والاستبداد. من الأخبار المنوعة التي نطالعها اليوم ما جاء حول واحد من أشهر وأهم لاعبي كرة القدم وعنوانات الصحيفة: مارادونا لعباس أنا فلسطيني. وتعلق القدس: أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلا: أنا فلسطيني. جاء ذلك وفقا للصحيفة خلال مقابلة مارادونا للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في روسيا. ونشر مارادونا صورة على صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعه بالرئيس الفلسطيني، وأرفقها بتعليق: هذا الرجل يريد السلام لفلسطين دولة وحق. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حضر الأحد المباراة النهائية للمونديال بين فرنسا وكرواتيا إلى جانب عدد من قادة دول العالم. قدم المنتخب الفرنسي دروسا في العروض الهجومية وأبهر كرواتيا فارضا تفوقه بشكل واضح 4-2 في المباراة النهائية لروسيا 2018 ليستعيد لقب كأس العالم الفيفا بعد تتويجه الأول في نسخة عام 1998، فيما قنع الكروات بالمركز الثاني وهو الأفضل لهم على الإطلاق. نتابع أفضل الصور كما نشرها موقع الفيفا.
ومستمرون في الشأن الرياضي وفي جولتنا بين الصحافة الفرنسية والتي احتفلت بتتويج منتخب الديوك بلقبهم الثاني في تاريخ كأس العالم بفوزهم على المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2018. وأشادت الصحف بدور المدرب ديديه دي تشامب الذي أصبح ثالث مدرب في التاريخ يقود فريقه القومي للفوز بلقب المونديال مدربا في عام 2018 ولاعبا في عام 1998، حيث أنه كان ضمن منتخب الديوك الذي حصد اللقب الأول في مونديال فرنسا عام 1998. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: لا داعي للضغط على نفسك لتصدقها، لقد كتب فريق فرنسا يوم الأحد صفحة جديدة في تاريخه، حيث نجح فريق البلوز في إخفاق جميع المنافسين بروسيا ليتمكن من التتويج بلقبه الثاني في المونديال، بالرغم من أنه عانى في بعض الأحيان ضد الخصم الذي لعب مباراة صعبة أكثر مما كنا نتخيل. وتابعت الصحيفة: كما أن ديديه دي تشامب ثالث شخص في التاريخ يرفع الكاس كلاعب ومدرب، حيث أنه كان من ضمن المنتخب الذي توج باللقب في عام 1998، وبعد مرور 20 عاما كان قائد للأطفال الذين فعلوا ما لا يمكن تصوره المستقبل ملكا لهم. وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية: بعد 20 عاما ظهر البلور مرة أخرى على سطح العالم. وتابعت الصحيفة: يمكن لكيليان إمبامبي وهوغو لوريس أن يحتفلا، فهما أحضرا لنا كأس العالم الثانية في تاريخ كرة القدم الفرنسية. نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير هذا اليوم وقد نشرت في عدد من الصحف. نتابع: وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.